تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في اللقاء الماضي تكلمنا في المصطلح الحديث عن قول الإمام الترمذي في الحديث هذا حديث حسن صحيح، وذكرنا الأجوبة التي أجاب بها أهل العلم عن هذا المصطلح المركب، لأن من أهل العلم كما تعلمون من استشكل هذا الجمع، فكل عالم من العلماء أجاب بجواب يزيل به هذا الإشكال، ونحن ذكرنا أن الجواب الأمثل هو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والذي خلاصته أن قول الترمذي حسن، أي أنه تحققت فيه في الحديث الشروط الحسنة عند الترمذي، وهي أن يكون ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وأن يكون الحديث صحيحا بتحقق شرائط الصحة فيه. فإذا كان الحديث صحيحا فهو صحيح، فإذا كان مرويا من غير وجه، لأن الحسن عند الترمذي لابد أن يكون مرويا من غير وجه، يكون حسنا من هذه الحيثية. فقول الترمذي في مثل ذلك حسن صحيح، أي حسن بتحقق شرائط الحسن عند الترمذي، صحيح لأنه جمع أوصاف الحديث الصحيح. شبيه بهذا المصطلح قول الترمذي أيضا في الحديث هذا حديث حسن غريب، حسن غريب. الحسن بمقتضى تعريف الإمام الترمذي يعني أنه مروي من غير وجه، لأنه قال وأن يروى نحوه من غير وجه، فلا يكون الحديث عند الترمذي حسنا إلا إذا كان مرويا من غير وجه، ثم فكيف يقول مع ذلك غريب؟ فإن قوله غريب معناه أنه ليس له إلا رواية واحدة، فكان هذا أيضا مصطلحا يدعو إلى الاستشكال، لأن الحسن عند الترمذي أصلا لا يكون حسنا إلا إذا كان له أكثر من وجه، فكيف يوصف هذا الذي له أكثر من وجه بأنه غريب؟ والغرابة تقتضي أنه ليس له إلا وجه واحد. والجواب عن هذا هو أن الحديث حسن باعتبار المعنى، يعني أن هذا الحديث الذي بين أيدينا معناه موجود في أحاديث كثيرة، معناه موجود في أحاديث كثيرة، فهو حسن باعتبار هذا الأمر، لكنه من هذا الوجه تحديدا، من هذه الرواية تحديدا، بهذا اللفظ تحديدا هو غريب. هو غريب لماذا؟ لأن هذا اللفظ لم يروى إلا في هذه الرواية، فالرواية إذا نظرنا إليها مجردة عن أي اعتبارات أخرى فهي غريبة، لكن إذا نظرنا إلى المعنى الذي تضمنته تلك الرواية فهو معنى حسن. لماذا؟ لأن هذا المعنى الذي اشتملت عليه تلك الرواية موجود في أحاديث كثيرة، إذن هو غريب باعتبار هذه الرواية، حسن باعتبار انتشار معناه في أكثر من حديث. بعض الباحثين قال قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذاته، أي حسن لذاته، لأن الحسن الذي يكون حسنه نابعا من رواية واحدة هو الحسن لذاته، ف قالوا إذن قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذاته، وهؤلاء لم يفهموا مراد الترمذي، لأن أصلا الحسن لذاته لا يعرفه الترمذي، هذا مصطلح وجد بعد الترمذي، الترمذي لم يكن في زمانه شيء اسمه حسن لذاته، واضح هذا الكلام؟ وتعريفه للحسن يقتضي أن الحسن الذي يستعمله هو الحسن الذي يكون الحسن فيه وصفا لمجموع روايات وليس وصفا لروايات بعينها، لأنه يشترط في الحديث لكي يكون عنده حسنة أن يكون مرويا من غير وجه،
وهذا ليس هو الحسن لذاته. فقالوا هذا الحسن لذاته، وهذا لأنهم تأثروا بالمصطلح المتأخر فألزموا الترمذية به، وهذا خطأ في دراسة الجوانب الإصطلاحية. المصطلح إذا أردت أن تدرسه حيث يستعمله عالم من العلماء فلا بد أن تدرسه من استقراء كلام ذلك العالم نفسه، أو على الأقل استقراء هذا المصطلح في الزمن الذي عاش فيه ذلك العالم، لأن المصطلحات تتغير معانيها من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، بل ومن قائل إلى قائل. فعندما تقول إن الترمذي يقول حسن غريب أي حسن لذاته، هذا يتنافى أصلاً مع تعريف الترمذي نفسه للحسن، واضح؟ وإنما مراد الترمذي كما قلت أن الرواية غريبة إذا نظرنا إليها مجردة من أي اعتبارات أخرى فهي غريبة بهذا الوجه، من هذا الوجه، بهذا الإسناد، بهذه الألفاظ، لكن المعنى الذي اشتملت عليه تلك الرواية معنى منتشر مشهور له روايات كثيرة، فهو حسن بهذا الاعتبار. الحسن عند الترمذي لابد أن يكون مرويا من غير وجه كما قد نص هو على اشتراط ذلك فيه، فكيف يستقيم هذا مع وصف الترمذي بعض ما حسنه هو بأنه غريب أو لا يعرفه من غير هذا الوجه؟ والجواب أن مراده أن هذا الحديث بهذا الإسناد أو بهذا اللفظ أو بهذا السياق غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه وإن كانت شواهده بغير لفظه، فهو حسن باعتبار معناه، غريب باعتبار إسناده أو لفظه. وأما من قال إن قول الترمذي حسن غريب مراده به أنه حسن لذاته فهذا قد أبعد جدا وأتى بما يستنكر، فإن الحسن لذاته ليس معروفا في استعمال الترمذي ولا هو من اصطلاحاته الموجودة في كلامه والله أعلم. وقول بعض حسن غريب وقول بعض حسن غريب أي حسن لذاته عجيب، هذه الألفية. وقول بعض حسن غريب أي حسن لذاته عجيب، هذا أمر عجيب جدا يعني. فهمنا؟ ثم بعد ذلك هناك بعض الاصطلاحات التي ترد في استعمال أهل العلم فلا بد من الوقوف عليها ومعرفتها حتى تفهم على الصواب. نجد علماء الحديث يحكمون على الحديث تارة يقولون في الحديث إسناده صحيح أو إسناده حسن، وتارة يقولون حديث صحيح أو حديث حسن. هل هناك فرق؟ العلماء المتأخرون يفرقون بين حديث صحيح وبين إسناد صحيح، فإن حديث صحيح هذا حكم على المتن نفسه عندهم، أما إسناد صحيح فهو حكم على ما يقتضيه ظاهر السند، وقد يكون الحديث نفسه كمتن معلولا أو شاذا وقع فيه خطأ. إذن صار قول العالم المتأخر إسناده صحيح لا يستلزم صحة المتن، قد يكون المتن صحيحا وقد لا يكون صحيحا، بخلاف ما إذا قال حديث صحيح فهذا حكم منه على المتن مباشرة. أما العلماء المتقدمون فلا يفرقون، فإذا قال الواحد منهم حديث صحيح أو إسناد صحيح فهذا معناه أن المتن صحيح، هذا اصطلاح المتقدمين. أما المتأخرين هم الذين يفرقون هذه التفرقة. العالم إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد كان معنى قوله أن سند الحديث صحيح أو حسن من غير أن يستلزم صحة المتن أو حسنه، لجواز أن يكون في المتن شذوذ أو علة. وإذا قال هذا حديث صحيح حديث هنا أو هذا حديث حسن من غير أن يقيد بمتن أو سند فإن هذا يدل على أن الإسناد والمتن جميعا صحيحان أو حسنان. فهمنا؟
وعلى هذا فالحديث الذي يقال فيه حديث صحيح أرقى من الحديث الذي يقال فيه صحيح الإسناد، والذي يقال فيه حديث حسن أرقى من الذي يقال فيه حسن الإسناد. تفضل. أنت أنا أقول لك الاستعمالان موجودان، هناك استعمال المتقدمين وهناك استعمال المتأخر. المتقدم إذا قال إسناد صحيح أو حديث صحيح ففي كلا العبارتين الحديث ثابت، المتن ثابت. أما المتأخرون فهم الذين يفرقون. فإن جريت على اصطلاح المتأخرين وأردت أن تحكم على المتن فلابد أن تكون تأتي بعبارة دل على الحكم على المتن، كأن تكون حديث صحيح، واضح؟ ولا تقول إسناد صحيح، لأن هذا قد لا يفهم منه أن الحديث عندك عن المتن صحيح. والتفرقة المذكورة إنما تعرف عن العلماء المتأخرين الذين يفرقون بين الحكم على ظاهر الإسناد والحكم المنبني على تتبع العلل الخفية في الرواية والتي تفضي إن وقعت فيها إلى الحكم شذوذها أو إعلالها، والذي يعرف من صنيع الأئمة المتقدمين عدم التفرقة بين الإطلاقين، لأن الإسناد عندهم لا يوصف بالصحة إلا إذا تحققوا من كون رواته ثقات لم يقع منهم خطأ في إسناد الحديث أو متنه، ولهذا يجزمون بضعف الرواية أو شذوذها أو نكارتها مع كون رواتها الثقات، مع كون رواتها زود منها من الثقات، لأنه ما من خطأ في الإسناد أو في المتن إلا ومن ورائه من أخطأ من الرواة والله أعلم. إذا وجد خطأ فلابد أن هناك مخطئ، فإذا ثبت أن الرواية شاذة أو معلولة فلابد أن هناك من تسبب في هذا الشذوذ والعلة، أليس كذلك؟ يعني هل هناك صنع بدون صانع؟ لابد يكون صانع. وكذلك هل يوجد هناك خطأ بدون مخطئ؟ أكيد إذا وقع الخطأ فلابد أن يكون هناك مخطئ. قولهم هذا الحديث له أصل، تجد في بعض عبارات أهل العلم يقولون هذا الحديث له أصل، أو رجاله ثقات، أو أصله في الصحيح. فاهم الكلام ده؟ يسأل مثلا أبو حاتم، يسأل أبو زرعة أو غيرهما من العلماء عن الحديث، يقول هذا الحديث له أصل، وجدت له أصلا، هل هذا يعني أن الحديث صحيح؟ هنعرف. يقولون هذا الحديث رجاله ثقات، هذا يستعمله في الغالب المتأخرون، رجاله ثقات، هل يستلزم أن يكون الحديث صحيحا؟ وهو كون الرجال ثقات يعني كل راو عدل ضابط صحيح، لكن هل هذا يكفي في الحكم على الحديث بالصحة؟ قد يكون مع كون الرجال ثقات الإسناد غير متصل، الحديث فيه شذوذ، فيه علة. قولهم هذا الحديث له أصل في الصحيح، أو أصله في الصحيح، يعني أصله في البخاري أو أصله في مسلم، ها؟ هل يعني أن هذا الحديث صحيح؟ لا، هنعرف ليه. قولهم هذا حديث له أصل لا يلزم من هذه العبارة عندهم أن الحديث صحيح ولا أنه موصول، بل قد يكون ضعيفا، إذ قد يكون هذا الأصل الذي وجد لهذا الحديث فيه من العلل ما يمنع من الاحتجاج به. إيه معنى قولهم له أصل؟ يعني أن الراوي لم يلفق حديثا، لم يختلق حديث، الحديث موجود، لكن الرواية التي هي أصل هذا الحديث قد يكون فيها إرسال، قد يكون فيه جهالة، قد يكون فيه انقطاع، فهذه الرواية المنقطعة أو المرسلة أو التي فيها جهالة هي أصل ذلك الحديث، فالحديث ليس مختلقا له أصل، لكن هذا الأصل نفسه لا تبنى، لا يحكم بصحته لكونه فيه مانع من الاحتجاج به، مفهوم؟ زي ما نقول مثلا هذا البناء ها له أساس، وجود الأساس في حد ذاته هل يعني أو يستلزم وجود البناء؟
لا، لكن البناء لابد له من لابد أن يكون له أصل، أساس يقوم عليه، لكن وجود الأصل الذي هو الأساس هل هذا يكفي لإيجاد البناء؟ فهمت الفرق؟ قولهم هذا حديث رجاله ثقات غايته إثبات شرطين فقط من شرائط قبول الرواية، وهما عدالة الرواة وضبطهم، صح؟ وقد يكون الحديث مع ذلك فيه ما يمنع من الاحتجاج به من عدم اتصال أو شذوذ أو إعلال، مش كده ولا إيه؟ صح؟ فاهمين النقطة دي ولا مش فاهمين؟ حد فاهم حاجة؟ ماشي. تلاتة، اشرب انت يا عم وروق دماغك، وانا برضك اشرب يعني مش انت بس. قولهم هذا حديث اصله في الصحيح لا يفيد اكثر من انه له رواية في الصحيحين او احدهما، لكن كثيرا ما يعبرون بهذه العبارة ويكون الاصل الذي في الصحيحين مختصرا. ها الاصل ايه؟ مختصر، يعني ليس فيه كثير مما في هذه الرواية، لكن أصل الحديث موجود في الصحيحين بدون هذه التفاصيل الموجودة في تلك الرواية، أو بألفاظ غير ألفاظ هذه الرواية، وعليه فتلك العبارة لا تفيد الحكم بصحة هذه الرواية بألفاظها وسياقها، لأن هذه الرواية قد يكون فيها ألفاظ زائدة ينبني عليها أحكام، وتلك الألفاظ ليس لا يوجد في الصحيح نظير لها. قولهم هذا حديث صحيح إلا أنه منكر، الله 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 الله، صحيح إلا أنه منكر، ما إما صحيح وإما منكر. إحنا من شوية قلنا إيه لما بيقولوا إسناده صحيح عند المتأخرين لا يستلزم صحة المتن لاحتمال أن يكون السند ظاهر الصحة لكن المتن فيه شذوذ أو إيه أو علة، صح؟ كذلك أيضا عندما يقولون صحيح إلا أنه منكر يريدون أن إسناده صحيح لكن المتن فيه نكار، فهمين؟ يستعمل المتأخرون من المحدثين هذه العبارة، وإنما يقصدون بقولهم صحيح ظاهر السند، وبقولهم منكر المتن، يبقى صحيح متعلقة بإيه؟ بالإسناد من حيث الظاهر، والنكارة متعلقة بالمتن أو ببعض المتن، مفهوم؟ ما قلبناش. ما هنا في حاجة في العلم اسمها القرائن، والقرائن نوعان، قرائن لفظية وقرائن حالية. لما تقول فلان ثقة ضعيف الحديث، ثقة لوحدها تفيد إيه؟ أن حديثه صحيح، لكن قرنها بإيه؟ ضعيف الحديث، كأن يبقى نفهم على طول أن قوله ثقة متعلقة بالعدالة، أي هو عدل لكنه لا يحفظ جيدا فلهذا حديثه ضعيف. دي بنسميها قرينة لفظية، يعني لفظ اقترن بلفظ فجعلنا نفهم اللفظ الأول على معنى معين، فهم؟ زي ما أنا عارف أنت صادق بس أنت كذاب، كلام صحيح على فكرة. للأسف أننا نفهم الألفاظ كقوالب من غير مراعاة لسياق الكلام، فعشان كده بنغلط. ازاي؟ لما اقول انا عارف انت صادق لكنك كذاب، بمعنى ايه؟ انا اعلم انك لم تتعمد الكذب، انت صادق لم تقصد ان تكذب، لكن الكذب وقع منك من غير قصد، اخبرت بشيء فوقع كذبا، وقع مخالفا للواقع، انت لم تقصد ذلك لكنه وقع. اذكر لكم قصة. مرة من المرات واحد قريبنا تزوج، فطلبوا منا ان احنا ناتي بالمأذون. تعرفون المأذون؟ بتعرف المأذون الذي يكتب وثيقة الزواج ويوثقها، ها؟ بيسموه انتوا ايه؟ كاتب، احنا بنسميه مأذون. ماشي يا عم. فانا طبعا اعرف مأذون، فجبت بالمأذون وابرم العقد وخلص كل حاجة، وأنا كنت بتعامل مع طلب فلوس، ها؟
عادة بيأخذ بعض المبلغ، وعند استلام الوثيقة بعد إنهاء إجراءاتها بيأخذ بقية الإيه؟ المبلغ. فأنا اتصلت به بالتليفون، قال لي خلاص الورقة موجودة في المكتب، روح خدها. فأنا ذهبت فوجدت إيه؟ ابنه، ليس لم أجد المأذون نفسه، وجدت عليكم السلام ولده يعني. فأعطيته بقية المبلغ وأخذت منه الإيه؟ الإيه؟ الوثيقة. فجه بعد يومين ثلاثة المأذون هذا يتصل بي، فين الفلوس؟ قلت له فين الفلوس؟ زي الفلوس موجود، سلمتها لابنك. لا لا، أنت لم تعطيه شيئا. إزاي لم أعطيه؟ هو إداني ورقة بناء على إيه؟ يعني أعطاني الورقة بناء على إيه؟ فالمهم أنا ذهبت إليه في المكتب عشان أواجه هذا الولد. لا أنا ما خدتش فلوس، أنا ما خدتش. يا ابني أنت خدت مني. لا، يقول لي أنا أحدب. تقول أنت أنا لا أتهمك بالكذب، لكن أنا أتهمك بالخطأ. مش معنى أن أنت صادق يبقى أنت معصوم. أنت أخطأت بدليل أنك أعطيتني الوثيقة. على أي أساس أعطيتني الوثيقة؟ ها؟ أنت بتتهمني. واحد بقى إيه؟ يعني يعلي من صوتي. فقلت أنا كنت هادي، قلت يا أستاذنا اللي هو الوالد، يعني أنا لا أتهم، ولكن في أمر، في بدهيات في فهم الإيه؟ في فهم الأمور. هذا الرجل اللي هو ابنك يعني ربما يأتيه في اليوم 10 و20 واحد مثلي يعطونه أموالا ويعطيهم إيه؟ الوثيقة. فالنسيان في حقه وارد، يخطئ من أعطاه من ليس ولم يعطيه. لكن أنا ليس لي شأن هنا إلا ورقة واحدة، كيف أنساها؟ يعني أنا أريد أن أحسن به الظن، أنا أريد أن أحسن به الظن. أنا أقول له أنت لم تكذب لكنك أخطأت. والقرائن كلها دي قرائن بقى، ها؟ قرائن بسميها قرائن الحال، قرائن حالية، ها؟ تدل على أنك مخطئ. أنت أعطيتني وثيقة، بناء على أي شيء أعطيتني وثيقة؟ أنت مشغول بي وبغيري، أنا لم أنشغل إلا بشيء واحد، فالخطأ إليك أقرب منه إلي. وفي الآخر ما رحت مديله المبلغ مرة أخرى علشان نزيل هذا الخلاف. الشاهد إيه؟ لما يجي مثل الإمام يقول فلان ثقة ضعيف الحديث، ليس هذا تناقضا. كلمة ثقة قد تطلق بمعنى العدل الضابط وقد تطلق بمعنى العدل فقط، جميل؟ فإذا اقترنت بلفظة تدل على أنه غير محتج بحديثه، يبقى هذا اللفظ الذي اقترن بكلمة ثقة يجعلنا نصرف كلمة ثقة عن العدالة والضبط إلى العدالة فقط، فنقول هو قوله ثقة أي عدل، لكنه ليس بضابط، فلهذا حديثه ضعيف. فهم يعني؟ دي لما تيجي تفهم كلام العلماء لازم تفهمه كده. لازم تفهموا كده، لأن العلماء هؤلاء يتكلمون في لم يقولوا عندنا مثلا برنامج إذا قلنا ثقة فنحن نريد كذا، كلام عادي. هو يعبر عن المعنى الكامل في نفسه بألفاظ يعتقد هو أن السائل فهمها، لكن هذه الألفاظ جاءتنا عن طريق الكتب، فنحن لا نعرف حتى انطباعات العالم وهو يقولها. زي مثلا يقول فلان كذاب، زي فلان كذاب، فهمت؟ الاثنين زي بعض. الأولى فيها إقرار بأنه إيه؟ يكذب. الثانية فيها إنكار بأنه يكذب. هذه انطباعات لم تكتب في الكتب، إنما جاءنا الكلام مجردا عن هذه الانطباعات. لكن الباحث المتخصص الخبير بمناهج العلماء وبألفاظ العلماء واصطلاحاتهم يعتمد على القرائن المحتفة بالترجمة، ترجمة الراوي وبالمتكلم فيه وبمعرفته بمناهج العلماء، يستطيع أن يتفهم وجه كل عبارة من تلك العبارات وعلى أي محمل تحمل. مفهوم؟
يستعمل المتأخرون من المحدثين هذه العبارة، وإنما يقصدون بقولهم صحيح ظاهر الإسناد، وبقولهم منكر المتن. وهذا بناء على ما ذكرناه عنهم سابقا من أنهم يفرقون بين ظاهر الإسناد وبين الحكم الذي يقتضيه تتبع الروايات والنظر في العلل الخفية. خلصنا ما يتعلق بالمقبول، نكتفي بهذا القدر في المصطلح.